أينما كنتم طابت ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام عبر برنامج الملعب الذي يأتيكم بعد فترة توقف لعيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات، وتقبل الله من الحجيج حجهم وعادهم سالمين غانمين مغفورين إن شاء الله. نرحب بكم في هذا البرنامج الذي يعود من جديد لمتابعة آخر الأحداث الرياضية، وفي هذا المساء سنتابع عبر هذه العناوين. المنتخب السعودي يواصل استعداداته لأصعب مهمة في المونديال. محمد نور في المرحلة قبل النهائية لأفضل لاعب القارة 2011. والحسيني يوجه رسالة خاصة للجماهير عبر الملعب. هزازي يؤكد سأكون أول المشاركين في المباراة. حملة للجمهور ومنصة لذوي الاحتياجات الخاصة دعما للأخضر. حكم مغمور يقود مواجهة السعودية وتايلاند في الرياض. وإعلان قائمة الأولمبي لمواجهتي عمان وكوريا الجنوبية.